نحن اليوم عندنا كذا نقطة حابين نوجهها من جهة للوزراء المجتمعين والأحزاب السياسية اللي بعدها لهلأ قد وافقت على إقرار ملفات الجامعة، ومن جهة تانية لنوضح للرأي العام. ونحن عم نتقصد ما يكون بيان باللغة الفصحى لحتى توصل كلماتنا لقلب كل مواطن لبناني من الصغير لأكبر مواطن لبناني. أكيد عم نحكي سنا. بالنسبة لهالنقاط، أول شيء المتفرغ هو نحن عم نطالب التفرغ التثبيت وليس الدخول إلى ملاك الجامعة اللبنانية، يعني المتفرغ بيكون بعقد تفرغ يجدد سنويا. ثاني نقطة، التفرغ شو يعني التفرغ؟ التفرغ للأبحاث. ثاني نقطة كمان هي التفرغ للطلاب. الدكتور بيكون المتفرغ ما له حق يعلم بالجامعات غير الجامعة اللبنانية، وكل وقته لطلابه ليقدر يتابع مشاريع التخرج، ليقدر يتابع كل أسئلتهم. وأهم نقطة في ناس كتير ما عم تقدر تنتبه لها هي تحديث المواد. لا يجوز دكتور عم بيعلم ماستر آه وماستر دو وليسانس وما عم يقدر يكون أب تو ديت بمواده، لأنه كل نهار عم يضطر يبرم من مكان لمكان لحتى يأمن حياة كريمة لإله ولعائلته. لذلك الاستقرار الوظيفي هو أهم نقطة بالتفرغ بالجامعة اللبنانية والانتماء لهالجامعة. كل دكتور متعاقد ما عم يقدر يشعر بالأمان وبالانتماء، لأنه ممكن يكون بأي لحظة مصيره مهدد، يمكن يكون في خلافات شخصية مع رئيس قسم أو مع مدير ويقدر يأذيه، ويقدر يكون في أي أذى لهالأستاذ. لذلك هيدا كمان بيعمل استقرار للأستاذ المتعاقد في حال تم التفرغ. تحسين الأستاذ. نعم، تحسين الأستاذ الجامعي. بعطي مسألة مهمة كمان، هي السنة السابعة اللي بيحصل عليها المتفرغ، واللي هي إنه بيقدر كل 7 سنوات ياخذ سنة ويقدر يروح يتفرغ للأبحاث. لا متفرغ لا كمان. طيب هلا بعد في كمان مسألة، أهم نقطة بدنا نقولها للرأي العام اللبناني. نحن اليوم في أقسام بكاملها هي من المتعاقدين، هيدا خطر كبير على الجامعة اللبنانية. وحتى ببعض الأماكن في مدراء عم بيكونوا متعاقدين. إذا بقينا دون تفرغ الجامعة رايحة نحو الانهيار، لأنه بكل الأسباب اللي عم نقولها، بكل هيدي الظروف اللي عم نعيشها، كيف بدها تكفي جامعة بهيدا الوضع؟ بعد كمان في عنا نقطة كثير مهمة، بكل بلاد العالم بيحاولوا إنه يستقطبوا الأدمغة ويخلوا الهجرة تكون محدودة إلى أقصى الحدود. نحن بالعكس، نحن عم نقول للأساتذة ما بدنا نفرغكم، وحضروا حالكم، ضبوا شنطكم وفلوا من هالبلاد. نحن بدنا نبعتكم لدول الخارج تكونوا من المبدعين، من الأوائل، من المميزين، وحرام تكون الجامعة اللبنانية موجودين فيها وعم تخدموا هالجامعة. بعطي مسألة، قصة العمداء، يعني طفح الكيل بأنه التفرغ لا يقر إلا من بعد تعيين العمداء. هيدي مسألة غير مقبولة، لأنه ملف التفرغ أنجز وتم رفعه من قبل المجالس الأكاديمية والعمداء بالتكليف، اللي هن عم بيديروا كل شؤون الجامعة اللبنانية من العام 2004 بالتكليف، حتى لو تم تغيير العميد، ولكن هالعمداء عم يمضوا شهادات، عم يبرموا اتفاقيات مع الجامعات بالخارج، عم بيوقعوا عقود الأساتذة المتعاقدين بالساعة. فكيف لا يحق لعميد يدير كل شؤون الجامعة بأن يرفع أسماء مرشحين للتفرغ؟ والنقطة الأهم كمان أنه تفرغ العام 2008 يلي صار فيه تفريغ 686 أستاذ، جرى وقتها بوجود حكومي وعدم وجود رئيس الجمهورية، يعني بنفس الوضع اللي نحن موجودين فيه اليوم، وبوجود عمداء بالتكليف. اليوم نحن بكل صراحة عنا خوف كتير كبير، ما فينا نقول ما عنا خوف، خوف من أنه ناطرين من المعارقة اليوم، بالإضافة لأنه لحد هلأ نحن ما عنا معطيات أنه تمت الحلول النهائية لكل الهواجس عن بعض الأفرقاء السياسيين. ولكن نحن بنقول لهم بدنا نعرف، هل أنتم بحكومة لبنان؟ نحن عم نناشد مين؟ عم نناشد وزراء حكومة المصلحة الوطنية التي من واجبها أن تدافع عن الجامعة اللبنانية الوطنية قبلنا وقبل أي حدا تاني. عم نناشد هيدي الطبقة السياسية المؤتمنة على البلد، المؤتمنة على مصير آلاف الطلاب. وأي فريق اليوم يعرقل يتحمل مسؤولية ضياع العام الدراسي على 74 ألف طالب وطالبة. وطفح الكيل، طفح الكيل، طفح الكيل، ونحن ما رح نسكت. نعم، لحد الآن ما وصلنا أي معطيات بأنه تمت الحل النهائي للحزب الاشتراكي، وبترك الكلام لحضرة العميد، عميد كلية العلوم العميد دكتور حسن زين الدين. طبعا يعني للأسف هي مش للمرة الثانية ولا الثالثة ولا الرابعة اللي نحن عمالين نجتمع. دكتور مش مبين على الكاميرا.
دكتور هيك كثرت نحن للمره الالف يمكن عمال نجي لحتى نكون باعتصام تحت الشمس امام مجلس الوزراء، انه امر معيب فعلا بحق الشعب اللبناني انه اهم كوادره العلميه تكون منتشره على الطرقات بهذا الشكل. عمداء الكليات، اساتذه الكليات، رابطه الاساتذه، كلنا موجودين باعتصام لنطالب بحق بديهي وطبيعي، حق الجامعه اللبنانيه على الوطن. نحن ما بدنا نقطع الامل من مجلس الوزراء المجتمع الان. نحن نتمنى ونضع هذا الأمر في عهدة ضمائر الوزراء أن يعطوا ملفات الجامعة الأهمية التي يتطلبها منهم هذه الملفات. إقرار ملف التفرغ هو حاجة وضرورة للجامعة. عيب أن نرى دائما هؤلاء الأساتذة ونحن معهم. أنا لم أرى عميد أو عمداء أو أساتذة جامعة يعتصمون بشكل شبه دوري كما اجتماعات مجلس الوزراء بشكل شبه دوري، ولا نجد حل. كل مرة عمال يكون في سبب، نرجو من الوزراء، من السادة الوزراء، أن يضعوا حدا لهذا الأمر المهين بحق الجامعة اللبنانية ويتوافقوا على إقرار ملفات الجامعة، إقرار ملف التفرغ، إقرار أو تعيين العمداء كخطوة أولى نحو إعادة العمل والصلاحيات إلى مجلس الجامعة، وأيضا إقرار ملف المدربين. في ثلاث ملفات هي كناية عن ملف واحد، الجامعة بدونهم مش رح تقدر تستمر. ونحن كمجلس عمداء تدعينا إلى اجتماع غدا بين كل المدراء والعمداء والرابطة وكل فعاليات الجامعة لكي نتدارس الأمر. إذا كان إن شاء الله أقرت هذه الملفات، بنبارك إحنا وبنشكر مجلس الوزراء على ما قام به تجاه الجامعة، وإذا لم يكن الأمر كذلك سنتدارس الأمر لنرى، وبنعرف ساعتها أن الجامعة وحيدة وعليها أن تقف وحيدة في مواجهة ما تتعرض له. وساعتها بدنا نناشد كل أصحاب المصلحة اللي لهم مصلحة أنه تبقى الجامعة اللبنانية جامعة 75,000 طالب تقدر تأمن العلم بمستوى عالي لطلابهم لأولادهم، أنهم يوقفوا يتضامنوا معنا، يوقفوا يدافعوا عن الجامعة. يا أخوان، إذا الجامعة اللبنانية انهارت يمكن بكرة وقبلنا، يمكن بكرة لا سمح الله الجيش اللبناني بينهار وبنقبل، وكل مؤسسات المهمة جدا تنهار وبنقبل فيها. ما تقبلوا، الجامعة هي آخر أو إحدى القلاع الأساسية، إحدى أهم مؤسسات المجتمع اللبناني، يجب أن نحميها بأجفان العيون، لأنها تمتد إلى كل بيوت الشعب اللبناني. هي تدافع عن شعبنا اللبناني برد الجهل عنه، مثل ما الجيش اللبناني بدافع عن شعبه برد الأعداء عنه. نتمنى أنه تكونوا كلكم معنا، نتمنى أنه مجلس الوزراء ونحط أملنا كبير أنه يسمعوا صرختنا وأنه يوافقوا على ملفاتنا. وشكرا لكم. نبقى مع كلمة للدكتور رزي خياط عن رابطة الأساتذة المتفرغين. تفضل دكتور. أولا يا زملاء، أنا ما فيني إلا ما أعتبركم رفاق نضال نقابي، ومش حكرر الشيء اللي قالوه الزملاء وآخرهم العميد حسن زين الدين، ولكن بدي أقول من موقعنا النقابي، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين الإضراب وتجديد الإضراب والوصول إلى عدم انطلاق العام الجامعي الجديد إذا لم يقر ملفي التفرغ والعمدة اليوم في الحكومة. بصراحة هذه المواقف التي تقوم بها الهيئة التنفيذية ولجنة المتابعة للأساتذة المتعاقدين، بيأسفنا نقول إنه هذا الواجب اللي عمال نقوم فيه لازم يكون هم الحكومة وجميع القوى السياسية من دون استثناء. ولكن بما إنه التقاعس وعدم وضع الأولوية لأهمية الجامعة في ذهن السياسيين، فنحن عم نقول مسكنا الراية، راية النضال المطلبي والنقابي والتعليمي والأكاديمي،
من أجل الجامعة الوطنية دفاعا عن حقوق الأساتذة والطلاب وأهل الجامعة قاطبة، نحن بنقول نضال مستمر ونتأمل من لديه تردد اليوم أن لا يخطئ في الحسابات، أن لا يخطئ في الحسابات، فالجامعة اللبنانية لن تكون مكسر عصا، لن تكون مكسر عصا لحسابات سياسية ضيقة من هنا أو هناك ومن دون استثناء. يعطيكم العافية. بس لو سمحتوا كلمة للطلاب يلي واقفين حدنا من أول لحظة. يعطيكم العافية. بالأمس وقفنا مع الأساتذة المتفرغين، بالأمس وقفنا مع الأساتذة المتفرغين. ظبطوا لكم ليز يا صبايا بالأمس وقفنا مع الأساتذة المتفرغين للحصول على حقوقهم، واليوم نقف مع الأساتذة المتعاقدين. من يراهن على القسمة بين الطالب والأستاذ هو يراهن على القسمة بين الأب وابنه، فهو رهان واهم. هل من المعقول أن 70,000 طالب من في الجامعة اللبنانية و4,000 متعاقد أن يكون هناك 1,200 فقط في ملاك الجامعة؟ هل من المعقول كما قال معالي رئيس الجامعة أن هناك من أخذ منح من الجامعة ولم نستفد من خبراته نتيجة للوضع الراهن؟ هل من المعقول أن الحرب على الجامعة اللبنانية هي حرب للأغنياء على الفقراء، وهي حرب مستفيدي من الجامعات الخاصة على الجامعة الوطنية؟ هل من المعقول أن كل صلاحيات الجامعة اللبنانية تحولت إلى مجلس الوزراء؟ كيف من يضع القانون تنظيم الجامعة اللبنانية يخالفه ويصادر قراراته؟ تتزرعون بالمحاصصة وبالتوزيع الطائفي وبالمستوى الأكاديمي. هذه أمور كلها واهية. لو أعيدت الصلاحيات إلى الجامعة لكان الأساتذة أخذوا حقهم عند مجلس الجامعة كل حسب مستواه، وأعدتم إلى الموظفين وأصر على أن الموظفين حقوقهم ولما سلبت هيكلية الجامعة. كيف يتخرج سنويا ألوف الطلاب ونعلمهم القانون وتطبيقه ونحن نخالف القانون بالممارسات ولا نطبقها في هذه الدولة؟ أصبح من الواضح أن هناك قرار بتسكير الجامعة وفق الأسس التالية: 1- تجويع الأساتذة وموظفيها، 2- محاولة قصخصة الجامعة عبر وضع إقساط تكون أولا بزيادة بسيطة ويتبعها في السنوات المقبلة زيادات، تفريغ الجامعة لا يكون بين ليلة وضحاها، فهي كالكهرباء في هذا البلد، تعتيم وإضاءة حتى يرفع أيديهم الكل للخصخصة. وإنها الحجج المطروحة من تحت الطاولة ومن فوقها هي أنها لا نملك المال اللازم ولا ميزانية للجامعة، والدليل أن يطبق الإثنى عشرية الرئيس. فإذا كنتم تريدون تعتيم الجامعة فأصبح الطلاب والأساتذة على علم بهذه الأمور من خلال ممارستكم. كيف لا ترون الأملاك البحرية والضريبة عليها، وترون أن ليس هناك إمكانيات مادية للجامعة اللبنانية؟ وأخيرا تبا لكم، هل نسيتم ما ضاع حق وراءه مطالب؟ طيب كلمة لو سمحتوا، كلمة بس للطالب سريعة بالعامية وعلى السريع، بيان بعدين يسوسون الأمور بغير عقل، ويفرغ أمرهم ويقال ساسة، فأف من الحياة وأف مني وفي زمن رئاسته خساسة. أيها الجمع الكريم، جئنا لنقول كلمة حق من الشمال النابض بانتمائه الفاخر للدولة. جئنا لنقول أن الجامعة اللبنانية ليست مكسر عصا، أن الجامعة اللبنانية بطلابها ليست مكسر عصا. وصرنا نحس يوما بعد يوم وإن كأن هناك سياسة ممنهجة لتدمير الجامعة اللبنانية والحؤول بين الطالب الفقير المعوز أن يتعلم في هذا الوطن.
جئنا لنرفع الصوت عاليا لنقول للسادة الوزراء اليوم يوم المحك، اليوم يوم الفصل. فإما أن تثبتوا لطلابكم أولا، فإما أن تثبتوا لطلابكم أولا ولعمدائكم ثانية ولأساتذتكم ثالثة ولأهل الجامعة عامة بل ولأهل الوطن بأسره أنكم أهلا لحمل المسؤولية، أم أنا أدعوكم باسمي وباسم كل طلاب لبنان أدعوكم للاستقالة. أبدا، لقد بلغ السيل الزباء وبلغت القلوب الحناجر، واليوم إلا إما أن تنصفوا الوطن وتنصفوا رياض الصلح وتنصفوا رفيق الحريري وتنصفوا كمال جنبلاط وتنصفوا جميع رموز الوطن والأساتذة المتعاقدين، وإما أن تستقيلوا، وأنا أعتبر أن هذا شرف لكم أحسنكم روشتين.